أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة تخص أبطال مسلسل ظهور الدم وأخبار سأبدأها بحسابات دعم باريس الرسمي التركي والعربي، يعني كل الحسابات التي تدعمه طارت، والعديد يقولون أنه ليس بسبب البلاغات ولكن بسبب أنه بعد إرجاع حسابه لم يتم توثيقه بعد، لهذا كل حساب يحمل اسمه أو صورته يتم يعني إيقافه لأنه يعتبر انتحال شخصية لحد ما يتم إرجاع العلامة الزرقاء، وقالوا أن الفانز لا دخل له، يعني فانز يغمر. ولكن أريد أن أقول للأسف هذا التوضيح غير صحيح، لأن الأنستا لم تسكر أي حساب، والحسابات تم إيقافها من البلاغات التي تصل للأنستا. يعني البلاغات كانت عبارة عن انتحال شخصية معروفة، وتم توضيح هذا الأمر لأسيمو أن الأنستا لم تسكر أي حساب من عندها، الحسابات التي يتم التبليغ عنها هي التي يتم إيقافها. كما أيضا أصدقائي أسيمو عمل لايف وهو يستمع لأغنية باريش الجديدة، وباريش كان أيضا يعني موجود مع أسيمو في السيارة، والعديد انتقدوا الأغنية وقالوا أنها تذكرهم بأغاني كرتونية. وبصراحة أصدقائي أنا أرى العكس، يعني أرى أنها أغنية جميلة وصوته أجمل. كما أيضا في اللايف واضح أن باريش طلب من أسيمو أن يرفع الهاتف، ممكن لأنه شاهد نفسه وهو يظهر في اللايف وعمل إشارة بإصبعه، وأسيمو فهم المقصود، يعني باريش كان يظهر على الطابلو. ممكن أن قصده أن أسيمو من المفروض أن يصور الطريق وليس راديو السيارة، وبما أن باريش يعرف كيف يصور طلب منها أن يصور الطريق، وواضح أن أسيمو يعمل ترويج للأغنية. كما أيضا أصدقائي فولكان نزل صور ليغمر، وكالعادة يغمر جمعت بين الجمال والبراءة والشياكة والجرأة ما شاء الله، وظهرت كالقمر. وصور أصدقائي تم التقاطها من موقع التصوير وأظن الكوخ، وهذه يغمر وليست ديلان. من الممكن بما أن فولكان مصور المسلسل والكوخ تابع للمسلسل، فطبيعي أن يعمل لها جلسة تصوير بالكوخ عفوا، وإذا ذهب إلى مكان آخر فسوف يدفع الإيجار عكس الكوخ، يعني تابع للمسلسل. يعني هذا هو الموضوع، ليس كما يقول البعض أن هذه الصور لها علاقة بأحداث المسلسل، لأن العديد بعد تعليق يلماز الذي قال فيه من قال أن المرأة لا يمكن أن تكون أغى ما شاء الله، قالوا أن تعليقه ليس من فراغ، وربما يلمح أن ديلان سوف تعوض مكان باران في الموسم الثالث بعدما يفقد ذاكرته مؤقتا. كما أيضا أصدقاء الصحفي أوكان علق على بوست يغمر وقال أجمل جندي على الإطلاق. كما أيضا هناك تسريبات تقول أنه سيتم اعتقال جواهر وأنه لن يتم الكشف عن سر حسن، مما سيضيف الغموض والتشويق في الأحداث. كما أيضا يقال أن السيد قدرت سيموت، وهذا ما سوف يشكل نقطة تحول رئيسي في القصة. كما أيضا قول سوف تحمل، وقالوا أن هذا سيؤثر بشكل كبير على علاقتها والأحداث المحيطة بها. كما أيضا يقال أن بران وجواهر سيسقطان في البحر، وبران سيفقد ذاكرته لفترة قصيرة أو أنه سيتظاهر بفقدانها. كما أيضا العديد أصدقائي من الفانز انتقدوا باريش أثناء تنزيل الكواليس، وقالوا أنه شريك سيء للغاية لأنه لم يساعد يغمر أثناء صعودها، وكالعادة أصدقائي دائما صراعات بين الفانز. كما أيضا ظهر باريش في موقع تصوير مسلسل تلو الرياح مع جوك ووالدته، والعديد ظنوا أن هناك حلقة مشتركة بين ظهور الدم وتلو الرياح، ولكن أكيد أصدقائي سيف فقط تريد أن تروج للمسلسل، يعني لمسلسل تلو الرياح. كما أيضا أصدقائي مجلة سون مهور وهي تعني مجلة الختم الأخير تحدثت عن يغمور يوكسل، وقالوا منشور يغمور يوكسل على الانستغرام يحطم الأرقام القياسية على وسائل التواصل الاجتماعي. جذبت الممثلة الناجحة وسائل التواصل الاجتماعي يغمور يوكسل اهتماما كبيرا بصورها الأخيرة التي شاركتها على الانستغرام، وحصد المنشور الجديد للممثلة الجميلة آلاف الإعجابات والتعليقات خلال دقائق. جذبت الممثلة الناجحة وسائل التواصل الاجتماعي يغمور يوكسل الانتباه مرة أخرى بأحدث منشور على حسابها على الانستغرام، وحصد المنشور الجديد للممثلة الجميلة آلاف الإعجابات والتعليقات خلال دقائق. أذهلت الفنانة يغمور يوكسل متابعيها بجمالها الطبيعي وأسلوبها الأنيق في آخر صور لها نشرتها على مواقع الانستغرام، ولفتت يوكسل الانتباه بملابسها ومكياجها
وحصلت على العلامات كاملة من معجبيها. ومن بين التعليقات التي ألقيت تحتها الصور وردت عبارات مثل: أنت رائعة كالعادة، وأنت مبهرة بجمالك. وبصراحة يا أصدقائي، يعني كل ما يقال عن يغمر فهو قليل في حقها. المهم، نتمنى لها التوفيق سواء في حياتها الشخصية أو المهنية. وإلى هنا أصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.